بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، ألتقي إياكم مرة ثانية في مقررنا حياة 4، أي حياة 318 للمرحلة الثانوية، المسار العلمي مجموعة العلوم والرياضيات، ونستكمل الدرس الثاني من موضوعنا الانقسام المنصف. فلنتابع هذا الموضوع وننتقل إلى الانقسام المنصف الثاني، ونبتدي بأول طور من هذا الانقسام. الانقسام المنصف الثاني اللي بصير أيضا إن الطور التمهيدي أول شيء بيبتدي بنسميه الثاني، يعني الخلية أيضا راح تمر بنفس الأطوار، بيكون تمهيدي، استوائي، انفصالي، نهائي، ولكن بما أنه في المنصف الثاني فمعناته راح يكون الطور التمهيدي الثاني، الطور الاستوائي الثاني، والانفصالي الثاني، والنهائي الثاني. نشوفهم مع بعض، نحاول نركز ونربطه بالمنصف الأول وأيضا بالمتساوي اللي درسنا في درسنا كان السابق. فإذا في الطور التمهيدي الثاني بنلاحظ أن الخلايا اللي نتجت من النهائي الأول راح لكروموسومات، احنا افترضناها كانت 6، صاروا 3 في كل خلية، فبتتكثف الكروموسومات، بيختفي الغلاف النووي والنوية، وبتظهر خيوط المغزل، وبعد ذلك يعني بتكون هي 1N. بعد ذلك بتنتقل الخلية إلى الطور الاستوائي الثاني. في الطور الاستوائي الثاني بتصطف الكروموسومات مثل ما نشوف عند خط استواء الخلية، يعني هذا الحين احنا مسوينها على خط استواء الخلية، فاصطفافها كان بهذا الشكل، بس أأشر له عشان تشوف شلون اصطفت. اصطفاف الكروموسومات بيختلف عن انتظامها أو اصطفافها في الاستوائي الأول، هناك كانت على شكل أزواج متماثلة، هني بنلاحظها بشكل مفرد. تذكر عزيز الطالب وين كان بشكل مفرد؟ لما درست الانقسام المتساوي كان في الطور الاستوائي اصطفت بشكل مفرد، هني أيضا نفس الشيء، فبالتالي راح يكون هذا انتظام الكروموسومات. بعد ذلك بتنتقل الخلية إلى الطور الانفصالي الثاني، نفس الشيء اللي حدث في عندنا المتساوي، نفس الطريقة، إن السنترومير راح ينشق إلى قسمين، ينشطر إلى قسمين، فالكروموتيدات الشقيقة راح تنفصل، أحدهما بتتجه إلى أحد الأقطاب والثاني إلى القطب المخالف، فبيكون بهذه الطريقة، وطبعا حركة خيوط المغزل هي اللي راح تسحبها أو تسوي انزلاق إلى أحد قطبي الخلية. بتواصل الخلية أيضا، ما راح توقف، إنه بصير أيضا تخصر إلى السيتوبلازم، وأذكر وأكرر وأركز زين، إذا كانت خلية تناسلية في الإنسان وفي الحيوان راح يصير التخصر من الخارج إلى الداخل، أما إذا كانت خلية نباتية فبصير الصفيحة، ومن ثم بتتكون من الداخل إلى الخارج. ليش أقول الصفيحة؟ ممكن تقول عزيز الطالب الصفيحة موجودة في الخلايا النباتية، إي نعم، ليش؟ لأن اللي بيحيط بالخلية النباتية هو عبارة عن الجدار الخلوي، الجدار الخلوي إذا تتذكر مكون من 3 طبقات، صفيحة وسطية، جدار ابتدائي، وجدار ثانوي. الصفيحة الوسطية هي الجزء اللي بيتكون في البداية في الجدار الخلوي، بعد ذلك تظهر الطبقات الأخرى، فبيظهر عندنا الصفيحة الوسطية إذا كانت خلية نباتية. بعد ذلك طبعا بتنقسم عند الخلية إلى خليتين، فإذا معناته نقدر نقول في هاي الحالة طبعا ابتدينا بطور تمهيدي أول ثاني عفوا كان 1N، وانتهينا بطور نهائي ثاني 1N. ممكن عزيز الطالب نجمع المعلومات اللي درسناها في المرحلة الأولى للانقسام المنصف الأول والمرحلة الثانية للانقسام المنصف الثاني في هذا الشكل ونسترجع المعلومات ككل. فبنلاحظ أن ابتدت بالطور التمهيدي الأول، بعدين الاستواء الأول، الانفصال الأول، النهائي الأول،
بعد ذلك التمهيد الثاني، الاستواء الثاني، الانفصال الثاني، والنهاء الثاني. أبغيك عزيز الطالب هني تركز، النواتج النهائية للانقسام المنصف كان بيكون عبارة عن ماذا؟ ابتدينا بخلية لكن انتهينا بأربع خلايا نسميها أمشاج، هذه الخلايا تسمى بأمشاج. إذا كانت واقعة في الجهاز التناسلي الذكري أسميها أمشاج مذكرة، أما إذا كانت واقعة في الجهاز التناسلي أو ناتجة عن الجهاز التناسلي الأنثوي بسميها أمشاج مؤنثة، هذا إذا كان في الإنسان وفي الحيوان. لكن إذا كانت في النبات وبالذات في النباتات الزهرية بسميها بالبويضة. زين؟ في النباتات الزهرية الأنثوية الأمشاج المؤنثة بسميها بالبويضة أو البويضات. أما الأمشاج المذكرة في النباتات الزهرية فبسميها بحبوب اللقاح. وهي اللي بتساعد في التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية. فهذا جانب جدا مهم عزيز الطالب أبغيك تحط في اعتبارك، نواتج الانقسام المنصف ليست مثل نواتج الانقسام المتساوي، فهذا جانب جدا مهم. أيضا جانب آخر وهو الأساس الكروموسومي، كان في الانقسام المتساوي ابتدينا بخلية 2N أي ثنائية المجموعة الصبغية، فيها مثلا لو كان في الإنسان 46 كروموسوم أي 23 زوج، من انتهي بخلية جسدية فيها أيضا 23 زوج أو 46 كروموسوم. لكن في خلية تناسلية لو في الإنسان ابتدينا بخلية فيها تناسلية أو جنسية 46 كروموسوم، لكن من انتهي بأربع خلايا، هذه الأربع خلايا بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات، لذلك بسميها أحادية المجموعة الصبغية، بسميها بأحادية المجموعة الصبغية. ليش؟ لأنها بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات، بينما الخلية الأصلية الأم بتكون 2N بتحتوي على ضعف عدد الكروموسومات. هذا عندنا جانب عزيز الطالب أبغيك تحطه في اعتبارك، نواتج الانقسام المنصف وهي عبارة عن أربع خلايا. الآن زين نواصل أيضا موضوعنا ونوقف عند جانب جدا مهم وهو كيف يساعد الانقسام المنصف في التنوع الوراثي في المخلوقات الحية. كيف بيساعد؟ بيساعد من خلال ثلاث جوانب. الجانب الأول وضحناه في الطور التمهيدي الأول وهو العبور. العبور الجيني لما صار تكسر في الكروماتيدات الغير شقيقة للكروموسومات المتماثلة وصار تبادل للقطع، شلون بيساعد في التنوع الوراثي هذا الجانب؟ أعطيك مثال، يعني بتلاحظ بعض العوائل بعض الأسر يمكن الأب والأم متوسطي القامة لكن أحد الأبناء طويل القامة، عدل؟ فمن جاي هذا الصفة؟ ممكن عن طريق عملية العبور انتقل الجين، انتقل عفوا القطعة الجينية انتقلت من الكروموسوم الأول للكروموسوم الثاني وحامل هذا الجين مال الطول، وهذا الجين مال الطول الموجود في هذا الكروموسوم أو وجد في النهاية في مشيجة مذكرة أو مؤنثة وصار إلى أخصاب وبالتالي أعطاني ابن أو ابنة وبالتالي أصبحت عندها هذا الطول، وأيضا صادف وياها كذلك كروموسوم ثاني مثلا من عند الأم وحاملة نفس الجين مال الطول، فإذا بالتالي صار في تنوع أو ساعد في التنوع وانتقال الصفات الوراثية إلى الأجيال القادمة، وهكذا بالنسبة إلى جميع عندنا الصفات. أيضا ممكن يتبادر إلى ذهنك عزيز الطالب، هل جميع الكروموسومات في الطور التمهيدي الأول بصير إليها عملية العبور الجيني؟ مو شرط، مثلا 23 زوج من الكروموسومات هل كلها بصير فيها عبور جيني؟ لا، مو جميع الكروموسومات ممكن يصير لها عبور جيني، بعض الكروموسومات. أيضا ممكن يساعد كذلك التنوع الوراثي وهو
اصطفاف الكروموسومات. اصطفافها عند خط استواء الخلية. لما تصطف عند خط استواء الخلية في الطور الاستواء الأول. فطريقة الاصطفاف مثلا هاي الكروموسومات اصطفت بهذا الشكل وانتقل إلى هذا الكروموسوم قطعة جينية من العبور وفيها جين معين، وهذا الكروموسوم اللي انتقلت إلى هذه القطعة وفيها هذا الجين ووجد فيه مشيجة، وهذا أيضا الكروموسوم صار إلى عملية عبور وانتقلت إلى قطعة جينية وفيها جين ووجد مع هذا الكروموسوم، وبالتالي تواجدوا في مشيجة معينة وصار إليها إخصاب. فبالتالي معناته طريقة اصطفاف الكروموسومات ممكن تساعد في عندنا التنوع الوراثي. فهذا عندنا أيضا جوانب جدا مهمة عزيز الطالب أبغيك تحطها في اعتباره. أولا عملية العبور الجيني، طريقة اصطفاف الكروموسومات عند خط استواء الخلية وحركتها، وأيضا الإخصاب لأن الأمشاج ممكن تتحرك بصورة عشوائية، ممكن هذه الأمشاج أي جين ممكن يصير في ممكن أي جين في هذه المشيجة نوجد عن طريق العبور الجيني، عملية العبور الجيني واصطفاف الكروموسومات ممكن يساعد في التنوع الوراثي. جانب آخر أبغيك تركز عليه عزيز الطالب، وهو بعد نهاية دراستنا لموضوع الانقسام المنصف أبغيك تسوي مقارنة ما بين الانقسام المتساوي اللي درسته في السابق وموضوعنا السابق وما بين الانقسام المنصف اللي تناولناه اليوم. فمنلاحظ لو سوينا مقارنة منلاحظ منشوف إنه بيختلفون في البداية في مكان الحدوث، المتساوي في الخلية الجسدية والمنصف في الخلايا التناسلية أو الجنسية. أيضا بيختلفون في الأهمية، متساوي بيساعد في النمو وتعويض الخلايا التالفة، هذا راح يساعد في إنتاج الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة أي في التكاثر والتكاثر بالذات الجنسي. أيضا بيختلفون في عدد الخلايا الناتجة، هنا راح تكون عندنا في الانقسام المتساوي خليتان، هني راح يكون 4 خلايا. أيضا راح يختلفون في عدد الكروموسومات في كل خلية ناتجة، في الانقسام المتساوي راح ينتج عندنا خليتان كل منهما بتحتوي على نفس عدد كروموسومات الخلية الأصلية الأم أي بيكونون ثنائية المجموعة الصبغية 2N. هني راح نحصل على خلايا ولكن بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات بتكون 1N، هني بتكون 2N. أيضا شكل الخلايا، شكل الخلايا أبغيك عزيز الطالب أيضا تركز عليها، إن شكل الخلايا في الانقسام المتساوي راح يكون مشابهة تماما للخلية الأصلية الأم، يعني الخلية الجسدية المستديرة الشكل انقسمت انقسام متساوي راح تعطيني خليتين جسديتين أيضا مستديرة الشكل، لكن في الانقسام المنصف بيختلف. كيف بيختلف؟ يعني لو كانت خلية هذه الخلية تناسلية بهذا الشكل مستديرة ممكن تعطيني ذكرية، لما تنقسم ممكن تعطيني هذه الخلية التناسلية الذكرية تعطيني حيوانات نسميها منوية، هل راح تكون مستديرة الشكل؟ لا، شكل الحيوان المنوي راح يكون مختلف، بيكون خليني أرسمه لك بهالطريقة ممكن نوضحه بهذا الشكل، بيكون في هني رأس قمعي، بيكون الرأس نفس القمع، بيكون إلى ذيل طويل بهذا الشكل، فهذا بيكون شكل الحيوان المنوي معناته اختلف عن الخلية الأصلية الأم. فإذا نقطة جانب جدا مهم إن شكل الخلايا الناتجة في الانقسامين مختلف، ففي الخلية في الانقسام المتساوي راح تكون متشابهة، في الانقسام المنصف راح تكون مختلفة عن شكل الخلية الأصلية الأم. أيضا الطور الاستوائي، الطور الاستوائي
الطور الاستوائي بنلاحظ لو قارنا الانقسام المتساوي بنشوف ان الكروموسومات بتنتظم بشكل مفرد الخط استواء الخلية. هني في الاستوائي الاول وليس الثاني بتنتظم على شكل ازواج متماثلة. هذا ايضا يختلف فيها الانقسام المتساوي عن المنصف، وبالذات في الطور الاستوائي الاول بتنتظم على شكل ازواج متماثلة، هني بشكل مفرد. ايضا بنشوف كذلك عندنا في الانفصالي، هني راح تبتعد الكروماتيدات عن بعضها وبتتجه الى قطب الخلية. هني في الطور الانفصالي الاول راح تبتعد الكروموسومات، هناك ابتعدت الكروماتيدات، لان ليش؟ لان انشق السنترومير وابتعدت الكروماتيدات عن بعضها. هني في الطور الانفصالي الاول راح تبتعد الكروموسومات المتماثله وبتتجه الى قطب الخليه. هذا عندنا جوانب بيشابه فيها الانقسام، بيختلف فيها عفوا الانقسام المتساوي عن الانقسام المنصف. نتابع ونروح إلى آخر جانب في موضوعنا اليوم وهو التشابه. لكن هل يا ترى بيتشابه الانقسام المتساوي مع الانقسام المنصف؟ بيشابهون أيضا في بعض الجوانب. شنو هذه الجوانب؟ ممكن نشوفها أولا في الطور البيني، بصير في كل منهما لما تمر الخلية بطور بيني بصير في تضاعف إلى المادة الوراثية وهي الدي ان اي. زين، هذا بيصير عندنا جانب. ايضا جانب اخر اختفاء الغشاء النووي والنوية في نهاية الطور التمهيدي، سواء كان الطور التمهيدي الاول او الثاني، وايضا لاحظنا في الانقسام المتساوي. ايضا ظهور خيوط المغزل، نشوف خيوط المغزل في الطور التمهيدي سواء كان المتساوي او المنصف الأول أو الثاني راح تظهر، لأن مهمة هذه. كذلك بصير هنا تشابه ما بين الاستوائي والانفصالي الانقسام المتساوي مع الاستواء الثاني والانفصال الثاني. أسترجع إياكم المعلومة مرة ثانية، كيف بصير تشابه في الانقسام المتساوي؟ في الطور الاستوائي انتظمت الكروموسومات على بشكل مفرد عند خط استواء الخلية. نفس الشيء في الاستوائي ولكن الثاني بتنتظم الكروموسومات بشكل مفرد. أيضا في الانفصالي في الانقسام المتساوي راح ينشق السنترومير وراح تبتعد الكروماتيدات عن بعض. أيضا في الانفصال الثاني، زين، في الانقسام المنصف راح تبتعد أو راح تنفصل، أيضا بينشق السنترومير بتبتعد أو بتتجه الكروماتيدات إلى كل منها إلى أحد قطبي الخلية. فبالتالي راح يصير تشابه ما بين الانقسامين وهو المنصف والمتساوي. زين، فعزيز الطالب يكون إلى هني خلصنا موضوع الانقسام المنصف وهو النوع الثاني من الانقسام. أسترجع معاك معلومة وسؤال طرحت عليك في البداية لما جينا وقفنا عند التسمية، قلت لك إن شاء الله في النهاية راح نشوف لماذا أيضا يسمى بالاختزالي. فلاحظت أن في النهاية بتعطيني أربع أمشاج خلايا سميناها بأمشاج سواء كانت مذكرة أو مؤنثة، ولكن تحتوي على نصف عدد الكروموسومات، أي اختزل الكروموسومات إلى النصف، فبالتالي بيكون الأساس الوراثي لهذه الأمشاج 1N بينما الخلية الأصلية الأم 2N. أعزائي الطلبة، درسنا موضوع الانقسام المنصف بمراحله الثنتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وقارنا ما بين الانقسام المتساوي والانقسام المنصف، وأيضا لاحظنا كذلك أوجه التشابه ما بين الانقسامين. ننتقل الآن إلى مشاهدة مقطع فيديو
راح أيضا يعزز فهمنا حول هذا الموضوع، فلنشاهد هذا المقطع. تحدث هذا الدرس عن أهم ما يميز الانقسام المتساوي عن الانقسام الاختزالي أو المنصف. يبدأ الانقسام المتساوي بخلية ثنائية العدد الكروموسومي، ويرمز لثنائي الكروموسومات بـ 2N. إن عدد الكروموسومات لدى الإنسان هو 46 كروموسوم، 23 كروموسوم من الأم، و23 كروموسوم من الأب. أو بمعنى آخر، لدى الفرد الواحد 23 زوجاً متماثلاً ومجموعها 46 كروموسوم. بعد عملية الانقسام المتساوي وإتمام انقسام السيتوبلازم والخطوات الأخرى، تنتج خليتان، كل خلية تحمل المعلومات الوراثية ذاتها الموجودة في الخلية الأصلية، وكلا الخليتين ثنائية العدد الكروموسومي أيضاً، وكل خلية كالخلية الأولى تماماً، إذ يمكنهما دخول الطور البيني مجدداً، ومضاعفة حمضهما النووي DNA والأجسام المركزية والنمو أكثر وأكثر، ثم تخوض كل خلية الانقسام المتساوي من جديد. هذه هي الطريقة التي تنمو وتتكاثر بها أغلب خلايا جسمكم، وتتحولون من خلية واحدة إلى إنسان. إن الانقسام المتساوي دوري، إذ أن كل خلية ناتجة من الانقسام المتساوي يمكنها المرور بالدورة الخلوية مجدداً. في المقابل، إن الانقسام الاختزالي أو المنصف مختلف قليلاً، ويحدث في مرحلتين انقساميتين على النحو الآتي: يبدأ الانقسام الاختزالي بدخول خلية ثنائية العدد الكروموسومي الطور البيني، ويتضاعف حمضها النووي DNA، ثم تخوض الانقسام الاختزالي الأول، والذي ينتج خليتين، كل خلية أحادية العدد الكروموسومي. ها هما الخليتان، كل واحدة تحمل نصف عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية، ويرمز له بN. فإذا كانت هذه خلايا في جسم الإنسان، يكون عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية 46 كروموسوم، والخليتان الناتجتان تحملان 23 كروموسوم في نواتهما. ثم كل خلية من الخليتين تدخل مرحلة شبيهة بالانقسام المتساوي، فتتضاعف كل خلية منهما إلى اثنتين، ما ينتج أربعة خلايا أحادية العدد الكروموسومي N. لكن ليس بالضرورة أن تحمل كل واحدة المعلومات الوراثية ذاتها، لأن المرحلة الأولى أو الانقسام المنصف الأول، هذه المرحلة هنا حيث تنتقل الخلية من ثنائية العدد الكروموسومي إلى أحادية العدد الكروموسومي، وتنفصل أزواج الكروموسومات المتماثلة، فتحصل هذه الخلية على بعض الكروموسومات القادمة في الأصل من الأب، وبعض الكروموسومات القادمة في الأصل من الأم، وهذه الخلية أيضاً تحمل بعض الكروموسومات القادمة من الأب وبعضها الآخر من الأم، وهذا الانفصال يحدث عشوائياً، لكن كل كروموسومين متماثلين ينفصلان. أما